والدتي مريضة وهي تسكن في بلد بعيدة وتقول لي أعتمر عنها لأنها مريضة ولا تستطيع المشي، هل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ إن كانت قد اعتمرت قبل ذلك فلا، لا تعتمر عنها، لأنه لا يعتمر عن الحي ولا يحج عن الحي إلا إذا كان عاجزا عن الفريضة، فإنه يحج عنه حجة الفريضة وعمرة الفريضة إذا كان عجزه مستمرا ولا يرجى أنه يزول ويتمكن من الحج بنفسه، تجوز النيابة عنه في هذه الحالة. أما إذا كانت حجت واعتمرت الحمد لله يكفي هذا، وعليك بالدعاء لها والاستغفار لها، وهي تكثر من الطاعات في مكانها والحمد لله. نعم.